السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمحلات الذهب واستخراج فاتورة لمحلات الذهب، برنامج أسفل الفيديو عبارة عن دخول، وبتيجي تخش على الكود دوت، كل فتحة البرنامج لازم تحصل على كود لحد ما يبقى برنامج مجاني بالنسبة لك. هو برنامج مجاني، بس لو انت عايز تشيل الإعلان ديت هيبقى فيه تفعيل تاني خالص. تعمل تخطي للإعلان وكود اهو، حصول على الكود كنترول سي، وتيجي عند البرنامج هنا وهنا كنترول في، خلاص دخلت البرنامج اهو. بتكتب الأصناف، لو عايز تغير الأصناف إعدادات تكوين الأصناف هتشيل الأصناف ديت وتكتب الأصناف بتاعتك، الوحدة وسعر البيع مثلا، تكتب مثلا هنا خاتم ذهب عيار كذا، الوحدة عدد، هنا الوحدة أو الوزن، هنا عامل 4500 جنيه مثلا، خاتم دبلة ده معيار وزن عدد واحد، عامل مثلا ايه 3000 جنيه، وبنعمل اغلاق. نخش هنا اهو، هنكتب بقى اللي احنا كتبناه، بيظهر اختيار الصنف وبنغلق اغلاق المساعد زي ما انتم شايفين هنا الحته دي، وبنكتب هنا الكميه 5 والاجمالي، وبنعمل طباعه الفاتوره عادي مفيش اي مشاكل. طيب هنا بقى عايز اغير دي وعايز اغير الكلام اللي تحت هنا، بتخش هنا الاعدادات، رأس الفاتوره، بتكتب المحل بتاعك ذهب المدينه اغلاق، وهنا الاعدادات اللي كتبت فوق اهي، وممكن تقدر تطبع تظهر فوق في الطباعه. في هنا نسبه قيمه الاضافه ممكن عايز تغيرها، والخصومات والكلام دوت تقدر ايه تقدر تغيره. ده بالنسبه لملخص عام للبرنامج. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتحميل البرنامج ده اسفل الفيديو.